السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج اليوم الثامن. مشاهدينا، سوف نناقش في هذه الحلقة موضوع أساس، وهو ما حدث في الجوف من سيطرة الميليشيات الحوثية لمدينة الحزم عاصمة المحافظة. هناك من يقول ماذا بعد ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون تحقيق النصر على هذه الميليشيات والتقدم صوب صنعاء؟ ها هي الميليشيات الحوثية تسيطر على الحزم بعد 5 سنوات من التحرير، بعد أن خرجت أو أخرجت منها قبل 5 سنوات. لكن هناك من يقول أيضا بدلا من البحث عن تفسير لما حدث والوقوف على الأطلال، يعني يجب أن نتحدث عن الخطوات التي يمكن من خلالها إيقاف هذه الخسائر أكثر وأكثر، بل وتحرير الجوف ونهم وغيرها من مناطق، وصولا إلى تحرير كل شبر من الأراضي اليمنية من سيطرة هذه الميليشيات الدموية الحوثية التي عاثت في الأرض فسادا، وشاهدنا كثيرا جرائمها في الحزم كما هي عادة هذه الميليشيا في كل منطقة تسيطر عليها. نبدأ النقاش في هذه الحلقة لكن بعد فاصل قصير. وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف العميد ركن عبد المجلي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العميد عبد المجلي، يا أهلا وسهلا بك أخي العزيز. عميد عبد المجلي، هناك من يتحدث عن يعني حديث كثير ويطول عن أسباب سقوط الحزم بيد الميليشيات الحوثية. هل فعلا هناك خيانة أم انسحاب تكتيكي، أم يعني ما هي الحقيقة؟ لأن الشائعات تكثر، الأكاذيب والأباطيل التي ترددها هذه الميليشيات الحوثية كثيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك يا أخي العزيز، شكرا لك على الفضائية والسادة مشاهدين. أخي العزيز، أبطال الجيش الوطني إلى هذه اللحظة يواصلون الانتصارات والتقدم في مختلف جبهات الجوف، ويحققون الانتصارات ضد الميليشيات الحوثية. قوات الجيش الوطني في مختلف جبهات الجوف تعمل على إجراء تنظيم المعركة لتنفيذ العملية العسكرية بجاهزية قتالية ومعنوية عالية، بما يضمن تنفيذ المهام الموكلة لتحرير ما تبقى من محافظة الجوف ومختلف المناطق والمحافظات من الميليشيات الانقلابية الحوثية. ولا صحة لما يروج والأراجيف والإشاعات أن هناك خيانات وهناك أعمال غير إيجابية، أعمال هناك عملية عسكرية أخي العزيز تجري تحت إشراف مباشر من فخامة الأخ الرئيس القائد المشير الركن عبد الرب منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائب الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر. والعملية الميدانية تتم تحت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. الجيش يا أخي العزيز يحقق التقرب نحو مدينة الحزم واستعادة عملية التحرير واستكمال ما تبقى من تلك المناطق في محافظة الجوف والانطلاق صوب العاصمة صنعاء. الجوف أخي العزيز ستظل عصية على الميليشيات الانقلابية الحوثية، لن تقبل بحكم الميليشيا الكهنوتية. هناك مواقف بطولية لرجال وقبائل محافظة الجوف، هناك تضحيات عظيمة يقدمها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات، هناك دور إيجابي لدولة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، سواء دور الطيران وكذلك أيضا تقديم الدعم اللوجستي. وفعلا أخي العزيز هناك أكاذيب وأراجيف وشائعات وحرب نفسية تقوم بها الميليشيات الانقلاب الحوثية. صحيح لا نخفي ذلك أن هناك تسللات قامت بها الميليشيات الانقلاب الحوثية ودخلت مدينة الحزم وكذلك مدينة الغيل، وقامت بالتنكيل بالمواطنين وتهجيرهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق المحلات التجارية. وعطلت الحياة في تلك المدينة وحاصرت المواطنين واتخذتهم دروعا بشرية. نحن ندعو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تجريم تلك الممارسات الإجرامية الإرهابية الميليشيات الانقلاب الحوثية التي تقوم بها، وأن تقوم المنظمات أيضا بواجباتها وإدانة تلك الميليشيات وتصنيف، وعلى المجتمع الدولي أن يصنف أن هذه الميليشيات الحوثية هي جماعة إرهابية. أخي العزيز، النصر قادم، الميليشيات الانقلاب الحوثية هي تروج مثل تلك الأكاذيب، وشعبنا عرف أن هذه الميليشيات يكذبون
كما يتنفسون. نعم، إذا أن ترجع السبب الأساس في يعني لسيطرة الحوثيين على حزم هو التسلل الذي قامت به الميليشيا. طيب لحد الآن كيف أمكن لهذه الميليشيا التوسع في يعني في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون تحقيق المزيد من التقدم نحو صنعاء لأن نخسر المزيد من المناطق؟ هذا سؤال وجيه في غاية الأهمية. هناك إجراءات تنظيم المعركة وهناك متابعة مستمرة من قبل قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة، وتم إجراءات تنظيم المعركة لاستكمال التحرير وتحقيق التقرب وطرد الميليشيات الحوثية من مدينة الحزمة ومن الغيل والمواقع التي تم السيطرة عليها. كذلك هناك التفاف لأبناء القبائل في محافظة الجوف، وكذلك هناك معنويات عالية للمقاتلين الأبطال، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة ستسمع ما يسرك أنت والسادة المشاهدين من تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية. نعم. كانت الميليشيات أخي العزيز في عدام، كانت في شبوة، كانت في عتاقة، كانت في مختلف المحافظات التي كانت تقع تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، لكن بفضل الله أولا ثم بجهود الأبطال من أبناء قواتنا المسلحة البواسل وكذلك أيضا الأجهزة الأمنية استطاعوا قمع تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية وتحقيق المكاسب والانتصارات. الميليشيات الانقلابية فعلا تقوم بتلك العملية الهمجية والإجرامية، ونحن في إطار أيضا حرب مفتوحة مع تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية. وجيش الوطني ليس لديهم الياس، إنما لديهم المعنويات، لأن لديهم عدالة القضية وكذلك الروح المعنوية والثقة بالقيادة والقائد والسلاح، وهناك التدريبات التي تمت للمقاتلين الأبطال قادرة من خلال تلك المناطق ومعرفة طبيعة الأرض أن يتغلبوا على الميليشيات الحوثية. نعم، عميد عبدو مجلي، يعني لكم تصريح اليوم في صحيفة 26 سبتمبر قلتم فيه أن القوات المسلحة والجيش يرابطون في محافظة الجوف وتعمل على إجراءات تنظيم المعركة لتنفيذ العملية العسكرية، كما توعدتم بالرد القاسي على الميليشيات الحوثية. كيف سيتم ذلك؟ ونحن نتحدث عن كما تحدثت قبل قليل عن إعادة تقييم الوضع، كيف يمكن ذلك؟ فعلا نحن نقول سيكون هي لغة السلاح تحل كل قضية، سيكون من خلال عملية التحرير وسيشاهدها شعب اليمني تلك الانتصارات واستعادة تلك المناطق من خلال الميدان. نحن لا نريد أن نبوح بالخطط القتالية عبر وسائل الإعلام، لكن نقول من خلال قناة عدن لشعبنا اليمني أن النصر قادم والميليشيات الإنقلابية الحوثية ستنهار وستنهزم في كل مناطق محافظة الجوف. ما زالت هناك الجبهات مشتعلة، سواء في جبهة خب الشعف وبرط العنان وغيرها من الجبهات القتالية ضد تلك الميليشيات الإنقلابية، رغم أن الميليشيات تروج أنها سقطت محافظة الجوف. سقطت الميليشيات ولم تسقط محافظة الجوف. محافظة الجوف غنية برجالها وقبائلها وأبطالها وقادرين على التخلص من تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية. نعم، كيف سقطت هذه الميليشيات عمد عبد المجلي؟ من أي ناحية تقصد؟ فعلا كان هناك عمليات انتحارية بتقديم تلك الميليشيات في تلك المناطق وفي تلك الجبال، وكان الحتف والعمليات القتل الذي تمت لهم في تلك الجبال العالية. هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية من خلال تلك الدورات الطائفية زقت بأبناء القبائل وبأبناء اليمن في محارق الهلاك وحارق الموت والدمار. هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية أخي هي انقلبت على الشرعية وانقلبت على الوطن ورمت بكل الاتفاقات ومبادرات عرض الحائط، وهي لا يهمها أبناء أو دماء الشعب اليمني، لأن شعارها هي الموت والدمار والهلاك، وستلقى الهلاك والدمار في محافظة الجوف وغيرها من المناطق. الحل هو الحسم العسكري الذي هو الطريق الآمن لتجنيب شعبنا اليمني ويلات القتل والإجرام التي تقوم به الميليشيات الانقلابية الحوثية. النصر القادم بإذن الله. بإذن الله. كما سقطت أخلاقيا عميد عبد المجلي، يعني من خلال الانتهاكات والجرائم التي مارستها وتمارسها حتى الآن ضد إخواننا في مدينة الحزم؟ فعلا سقطت بالقيم والأخلاق، وعرف شعبنا اليمني ما قامت به تلك الميليشيات من تفجير المنازل والبيوت وترويع النساء والأطفال وطرد السكان أيضا من مدينة الحزم. هذا ولد شكيمة وعزيمة وحزم من قبل رجال القبائل أن ينتقموا من تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية، وأن أعمالهم تلك الإجرامية لن تمر دون عقاب إن شاء الله. إذا العميد عبد المجلي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، شكرا جزيلا لك.
وينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن هذال الناشط السياسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله وحيا مشاهدين قناة عدن الفضائية وحيا ضيفك الكريم العقيد مجلي، حياك وحيا جميع المقاتلين وجميع قبائل اليمن اللي يدافعوا عن الجمهورية وعن الكرامة وعن الحرية. نعم، طيب أنت كيف تقرأ ما حدث في الجوف وأنت متواجد حاليا في مأرب؟ ويعني نسمع الكثير عن من الشائعات التي يروج لها أذناب الانقلاب الحوثي من أن هناك سوف يتجهون نحو مأرب، هل مأرب عصية عن هذه الميليشيا وهل سوف تكون مأرب نقطة الانطلاق نحو تحرير كامل التراب اليمن من هذه الميليشيات الحوثية؟ يا أخي ما تسمعوه في وسائل الإعلام وما تردده ناشطين الحوثي وناشطين الدفع المسبق يعني عن مأرب وعن أن الحوثي بيقترب من مأرب. أنا يعني تكلمت في 2013 وفي 2014 و2015 وعاد الحوثي في أعز قوته تمام، وعاد نحن ما كان معنا إلا مطارح نخلة بأسلحة القبائل الشخصية تمام. نعم، يعني حذرت الحوثي من التوجه باتجاه مأرب وأكدت لهم أن مقبرة الحوثي ومقبرة إيران وأذناب إيران في الشرق الأوسط أنها بتكون في مأرب، نهايتهم على أيدينا على أيدي أبناء مأرب ومن معهم من قبائل اليمن تمام؟ نعم. أقول لك وأطمنك وأطمن المشاهدين أن لا خوف على مأرب وأن مأرب ستلتهم كل من نزل إليها مثل ما التهمت كل من نزل إليها من قبل، يعني سيكون مقبرتهم الآن هذا يعني يمكن الجولة الثالثة والرابعة يعني يهجموا على مأرب. نعم. مأرب لا يمكن يدخلها الحوثي ولا يمكن ينجسوها عصابات إيران، يعني حتى لو يزحفوا علينا بعشرة مليون مقاتل سندفنهم في صحراء مأرب وفي رمال مأرب. لا يمكن يدخلوا مأرب ولا يمكن نخضع لهم، ونحن من مأرب ان شاء الله متجهين يا صنعاء سنحرر، يعني ما فقدناه في الجوف خلال هذا الاسبوع بسبب يعني بعض الخيانات يعني من قبائل الاشراف اللي في الغيل تمام، ومن هناك بنتجه على حرب سفيان وعلى صنعاء لا يمكن تتوقف الا بعد هزيمه الحوثيين عسكريا، هزيمه الحوثي عسكريا لا يمكن نتفاوض مع 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 مع, مع, مع اعداء الحريه واذناب ايران، لا يمكن. نعم، طيب كيف تصف التفاف القبائل حاليا مع قوات القوات المسلحه للدفاع عن الاراضي اليمنيه في مواجهه هذه الميليشيات الحوثيه والتوجه نحو تحرير الجوف او الحزم تحديدا نحو صنعاء؟ اخي شوف، يعني لا يهولوا سقوط الجوف او استعاده الجوف. الجوف قد سقط مرتين والمعارك في الجوف لها من 2011 بين الحوثيين وابناء قبائل الجوف وقبائل مارب كانوا يتواجهون وياهم في 2011 تمام؟ من 2011 الى اليوم سقطت الجوف عده مرات، سقطت مديريات الجوف واستعادت تقوى الشرعيه، سقطت عدن العاصمه عدن، سقطت واستعدناها، سقطت لحج، سقطت الضاله، سقطت شبوه، سقطت اطراف مارب تمام؟ وعندما يعني تحرك أبناء الشعب اليمني والجيش الوطني وشباب الجنوب والحراك الجنوبي سحقناهم سحق. نعم، لكن أستاذ عبد الله هناك من يقول حاليا بأن الشعب اليمني كان يتلهف شوقا، يعني لا سيما من يتواجد حاليا في العاصمة صنعاء اللي نحو التحرير وينتظر القوات المسلحة اليمنية ورجال القبائل بفارغ الصبر لتحريرها من دنس هذه الميليشيات الحوثية، نشهد تراجعا نوعا ما وإن حدث وإن يعني وسقوط المزيد من المناطق. أخي الحرب هكذا خاصة هذه يعني نحن نقاتل عصابات إرهابية ما نقاتل جيش، يعني مواجه جيش لو هو جيش لو عندهم جيش نواجه جيش يعني منظم، يعني نستطيع أن ندقه خلال شهر وندخل صنعاء وندخل المدن كلها. لكن هذه عصابات تتحصن في الجبال وتتجاسل حرب عصابات. نعم، وتحتمي بالمدنيين وتتخذهم دروعا بشرية. نعم، ويدخلوا القرى والمدن. نحن يا أخي الحكومة الشرعية والجيش الوطني
يعاملهم يعامل المناطق اللي نوصل إليها على أساس إن إحنا عجولة وإن إحنا يعني نحرص على 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 مصالح الناس وعلى مصالح الشعب. مثل ما كانوا في الغير كانوا قبائل الأشراف يعني بعد ما وصلت القوات الشرعية يعني قالوا إحنا مع الشرعية ونحن يعني مواطنين، قالوا خلاص ابقوا مكانكم تمام. بقيوا مكانهم، تسربوا الحوثيين إلى داخل الغير إلى داخل القرى وداخل يعني بيوت الأشراف تمام، ومترسوا فيها ووضعوا الأسلحة فيها وجهزوا أنفسهم، وعندما حانت الفرصة طعنوا الجيش الوطني من الخلف. احنا يعني الجيش الوطني ما يستطيع يفجر بيوت أحد مثل ما الحوثيين يفجروا بيوت أحد. صحيح. يعني الجيش الوطني يمثل الحكومة. نعم، بتعامل دولة فعلا، دولة تعامل دولة يعني، لأنه في فرق بين الدولة وبين الجماعة. صحيح صحيح، نحن نعامل كدولة. وشاهدنا ما فعلت هذه الميليشيا في الجوف، في تحديدا في الحزم حينما دخلتها، يعني الجرائم والانتهاكات التي مارستها، كيف تصف لنا وضع مأرب حاليا المناطق المحيطة بها جراء النزوح المدنية من الحزم؟ أنا تواصلت معي أكثر من قناة وأكثر من إذاعة يعني خلال يعني هذا الأسبوع، وأنا دائما على القنوات، وأنا يعني من خلالكم مرة أخرى أناشد قبائل مأرب أن يعني يتوزعوا يعني كل الأسر النازحة يعني يوزعوها على المديريات اللي فيها الكهرباء والماء والخدمات الأساسية، يتوزعوهم ويعطوهم الأراضي بلاش. أنا في قبيلتي في قبيلة جهم في ذنات الروضة تمام، تواصلت مع مشايخنا واستعدوا بقالي يعطوهم قطع أراضي بلاش، يعني سواء يبني فيها بيوت تمام أو يبنوا فيها خيام إلى أن يعودوا إلى قراهم. يعني هذولا يعني أنا أقول قبائل مارب تمام، إن من هاجروا ومن نجحوا إنهم أشرف قبائل اليمن وأطهرهم وأصدقهم وأشجعهم، ولا خرجوا إلا دفاع عن كرامتهم عن حريتهم. نعم نعم، يعني الجمهورية، وهذه هي صفات الإنسان اليمني دائما في كل الأحوال، يجب أن 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 أن, أن يكرموهم أصحابنا في مارب، وأن يعني مثل ما أكرموا اللي قبلهم واللي هو استوعبوا يعني حوالي 3 مليون، مع المأرب يعني ما يعني كان تعداد سكانها بأكملها حوالي من 200 إلى 300 ألف يعني في جميع مديريات مأرب، الآن يعني فوق 3 مليون المدينة، يعني ما تتحمل هذا العدد كله. لكن أنا أتمنى من السلطة المحلية ومن قبائل مأرب من كل قبيلة تأخذ لها يعني من الأسر من 500 إلى 1000 ويسكنوهم عندهم يعني في خيام. أنا نفسي أنا ساكن في خيمة، لأن بيتي قد فجر سهم الاشياس الحوثي ودمروا صلواحنا من صلواع تمام؟ نعم. ونرحب بأي نازح حتى في الخيمة، مستعدين نشارك احنا وياهم في خيمة عندنا داخل الخيمة اللي احنا ساكنين فيها احنا. نعم، هل نزوح بشكل كبير؟ يعني كم يعني هل هناك عدد يعني هل هناك تقريبية يعني أعداد تقريبية لعدد النازحين؟ يعني مش أقل من 25,000 أسرة إلى الآن يعني وصلت. تمام؟ ومارب يعني اصبحت يعني مليانه عن بكر ساديها، لان فيها نزوح حتى من مديريات مارب يعني من القرانيش والمحجه وصلواح وحباب، يعني نازحين يعني من بدايه الحرب، لان المعارك تدور هنا تمام. يعني واللي جو من سعد من عدن من 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 من, من, من شبوه من نعم، استوعبت كل اليمنيين. نعم فعلا، من عمران من حجه من الحديده من كل مكان في اليمن، لانه انت تعرف يعني نحن في مارب من اي محافظه من الجمهوريه يجينا اي مواطن ما نقول له انت من المكان. اكيد فلاحة. اكيد هذا واضح بشكل كبير. اذا لا يمكن يجي حتى يدخل في البيت، لا يمكن نقول له ليش. نعم، اهلا وسهلا به ونعيش احنا وياه نقتسم اللقمه، ما عندنا تفرقه بين اليمنيين. نعم، ولهذا تمام مارب ترحب بكل كل حر وكل شريف وكل مناضل يريد يناضل في سبيل السعادة الجمهورية، أهلا وسهلا به فوق رؤوسنا. نعم، وهذه هي مأرب، وهذا يعني وهؤلاء هم رجال مأرب. إذن الأستاذ عبد الله بن هدال الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك. وينضم معنا مشاهدينا الكرام الآن عبر الهاتف دكتور عبد ربه مفتاح، وكيل محافظة مأرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور. مساك الله بالخير. دكتور، نسمع كثيرا من الشائعات التي يروج لها أبواق الانقلاب الحوثي وبعض من يسمون أنفسهم بالمحللين وغيرهم أن الوجهة التالية للميليشيا الحوثية هي مأرب. هل مأرب ستكون في حال الدفاع أم أنها سوف تكون الانطلاقة نحو تحرير كامل الأرض اليمنية من هذه الميليشيات الحوثية؟ أخي العزيز، دعبت الميليشيات الحوثية الإيرانية ومن يدور في فلكها للأسف الشديد من إشاعات والإشاعات وأيضا الرعب لدى ضعفاء النفوس في الشعب اليمني بعد 5 سنوات من الحرب التي استمرت ولا زالت مستمرة. الشعب اليمني أصبح أكثر حصانة، ويجب أن أطمنك وأطمن جميع المستمعين أن مأرب هي جزء لا يزال وستظل اليمن وتدافع مثل ما دافعت في الحرب الأولى، عندما حاول الحوثي أن يستحمها فكان أبناء مأرب وقبائلها صف واحد وأنضم أبناء اليمن إلى صفهم ودحروها. واليوم مأرب هي تستقبل أبناء اليمن من المهجرين من النازحين الذي نزحوا، وهي اليوم ستكون الدفاع وستمتد الحرب. الهدف الدفاع عن مأرب، الهدف هي استعادة عاصمة اليمن صنعاء، وهذا هدف كل يمني. الحرب هي كر وفر، لكن أقدر أطمنك وأطمن الجميع أن مأرب وأبناء الشعب اليمني على استعداد، وستكون محافظة الجوف ومأرب هي مقبرة للغزاة، وستستمر الدفاع عن الحرية وعن العدالة وعن المساواة وعن دخل تلك الميليشيات الأسرية البغيضة التي عفى عليها الزمن والتي ناضل منها من أجلها أبناء الشعب اليمني في 20 سبتمبر و13 و14 و15 اكتوبر. هذه الثورات كانت واستمرت. الميليشيات ستندحر باذن الله عز وجل باذن الله. واليوم ابناء المحافظه واليمن اكثر شبابا وسيندحر. واليوم معركه مارب هي معركه ومع التنفيذ لاولئك الضيوف الاعزاء الذي هجرت من تلك الميليشيات الجوف، ومن قبل ذلك بدأ يتحرك حول مارب. وأبشرك وأطمنك وأطمن أبناء الشعب اليمني أن هذه الميليشيات في أضعف ما هي تكون في المراحل الضعيفة، لكن هي تريد الدولة الشرعية أن تستعيد معها مبادرة وأن ترتب صفوفها. وأنا أؤكد لك عندما تكون العمل في إدارة حكيمة وتركيز صادق وباعد ستندحر هذه الميليشيات، وبإذن الله عز وجل سيعود أبناء الشعب اليمني إن شاء الله تعالى إلى أوقاتهم بإذن الله. هل هناك إجراءات فعلية؟ هل هناك إجراء دكتور عبد الرب، هل هناك إجراءات فعلية تتم لتحقيق ذلك والاتجاه نحو الجوف وتحريرها، لا أن نبقى في مرحلة في 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 وضع الدفاع فقط؟ أخي العزيز، يجب أن نوضح إيش الذي حصل في الجوف. الجوف الأسباب كثيرة وما حدث ما أشيع كثير يا دكتور. لا أريد أوضح أن الجوف لم يسكت. أريد أخي العزيز والمشاهد أن الجوف لم يسكت، هي مديريتين، مديرية الغيل وجزء من مديرية الحزم. والسبب الجيش، لا زال الجيش الوطني، والجيش الوطني هو اليوم وستستعاد الحزم وستستعاد الغيل بإذن الله عز وجل. شيء تحكم أبناء اليمن لتحرير كافة التراب اليمني من هذه الميليشيات الحوثية الإيرانية. هناك استعداد، هناك تنفيذ بشكل جديد، وتراجع الأخطاء التي تحدث، والحرب هي كر وفر، لكن هناك في الحقيقة على استعداد تنفيذ جديد. وبإذن الله عز وجل في مخير محافظة الحجم الجوف، بمحافظة الجوف القوات المسلحة ملتحقة وهي ترتب إن شاء الله أن هذه المستشفى بإذن الله عز وجل هناك بإذن الله وعالي المستوى تقدم ودحر الميليشيات وتتفتحت بإذن الله عز وجل بتصميم وإرادة أبناء اليمني والجيش الوطني، وبإذن الله عز وجل ستعود اليمن كما أراد لها اليمنيون العدل والمساواة وأيضا
استعادتها لإنسان الزمامي البقير لشاهد الحزن الإيراني. نعم. طيب دكتور عبد الرب، كيف تصف لنا التفاف القبائل مع الدولة لصد ومواجهة هذه الميليشيات الحوثية؟ أكون صريح معك أخي العزيز، وأجد أنه لم يكن اصطفاف حتى في المرحلة الأولى، لم يكن اصطفاف مثل الاصطفاف الذي حادث اليوم داخل محافظة مأرب. التوجهات الديسي واليمني كل شيء، كل الناس كل توجهات السياسية، وكلهم اليوم هم تقوم إلى جانب الجيش اليمني، سواء محافظة مأرب بتوجهاتهم وأبناء القبائل، وأيضا الجيش الوطني الذي اليوم لا يخلو من أي محافظة من المحافظات وهو يرتب الصفوف في هذا الجانب. هناك اصطفاف يعلمه القاصي والداني، لأن الكيات خلال خمس سنوات أظهرت الوجه الجميل من أبناء الشعب اليمني، وكل ما كانت تتمنى به ونحن نشاهد ماذا عملوا حتى بالذي وقتوا الأعراب. الشعب اليمني اليوم خلال خمس سنوات الشغائل وقت كل حكمة لاستطالة هذه الحرب لإظهار الوجه الجديد للميليشيات في تعاملها، دمرت البنى التحتية، دمرت المدارس، دمرت الصحن، تم تسجيل هذا الشعب أي كرامة. فلذلك الشعب اليوم هو يدافع عن كرامته وعن بلده وعن وطنه الذي اليوم يدفع الغائل والرخيص. هناك استقرار وهناك تسجيل تسجيل، وكل الناس اليوم إلى جانب الجيش الوطني في حالات تساعد بإذن الله عز وجل الوصول إلى الهدف، والهدف هو فيها عاطفة اليمن صنعاء. نعم. تحدثت وتطرقت إلى موضوع النازحين، كيف تصف لنا وضع النازحين وتأثير تدفقهم على مأرب كمدينة وكمحافظة أيضا؟ أخي العزيز، طبعا من خلال تجربتنا السابقة ومع ترتيب للنازحين، طبعا اليوم واصل، كان هناك 11,000 نازح في محافظة الجوف ونجحوا، وأيضا نجحوا المواطنين الآخرين أيضا أجانب النزوح الآخر، نزوح محطة مخيم الخانق منهم. النزوح طبعا في محافظة مأرب لم يحدث، نفس العام الأخير تم التنفيذ والإعجاب مع المكان لدينا الوحدة التنفيذية للنازحين، لدينا اليوم مكاتب للمنظمات، كان هناك اجتماع وآخر الاجتماع اليوم مع دراسة الأخ والمساعدة المحلية، والمنظمات اليوم تباشر عملها في تقديم الخدمات لأولئك الأفراد بظروف الأعزاء، وتم تحديد مكاتب النازحين على أساس يتم تنفيذ وصول الخدمات. في هناك ترتيب، لكن أنا في الخليج لاحظنا خلال 4 أيام وهذا خلالكم وعبركم عن جهات غدا أن المنظمات لهذه اللحظة لم تجد أدنى الخدمات الصحيح، أن في هناك خدمات، والسبب في ذلك أن مخازنهم لا زال تحت وطأة الميليشيات، مخازن التي كان مفروض أنها تكون للأسف في الأراضي التي تبقى مفترض يكون كذلك. إذا الدكتور عبد الرب مفتاح وكيل محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. ومعنا الآن عبر الهاتف الأستاذة فاتن الذيابي الناشطة الحقوقية. السلام عليكم ورحمة الله، مساك الله بالخير. أستاذة فاتن، أستاذة فاتن اسمعيني. نعم. كناشطة حقوقية، كيف تصفين لنا جرائم وانتهاكات هذه الميليشيات الحوثية في مدينة الحزم تحديدا بعد أن سيطرت عليها هذه الميليشيات الحوثية؟ حقيقة الوضع الإنساني في مدينة الحزم ومدينة الجوف ككل
وضع مزري جدا لحيث المدنيين اصبحوا اما ان بين خيارين، اما يظلوا دروع بشريه لهذه الميليشيات او النزوح والتهجير في ظل اوضاع صعبه جدا، لحيث لا توجد ارضيه لاستقبال هذا النازحين، لا توجد اجواء مهيئه لهم، فاصبحوا كل خيار اصعب من الاخر. نعم. طيب الوضع حاليا في يعني في اكثر النازحين على اي المناطق يتدفقون حاليا؟ هل على مأرب كمدينه ام اطراف في مدينه مأرب او المحافظه؟ على مأرب بشكل عام، لان مأرب اصبحت الان الملاذ الوحيد امامهم، خصوصا ان نزوح هذه العوائل وهذه الاسر لم يقتصر على أبناء الحزمة والجوف بشكل خاص، إنما هناك نازحين سابقين في هذه المدينة تم النزوح إلى الجوف من عدة محافظات يمنية، واضطروا أهالي الحزمة أو أهالي الجوف بشكل عام والمديريات المتاخمة مديرية الجوف من مديرية مأرب أصبحت تدفق حاليا إلى مدينة مأرب ككل، ومدينة مأرب الآن هي بنفسها مكتظة بالسكان، خصوصا لما تعاني من نزوح كبير من السنوات والأيام الماضية، فأصبح الملاذ الوحيد الآن هي مدينة مأرب، ولا توجد هناك استجابة سريعة ولا استجابة طارئة، لا سواء من الحكومة أو من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مأرب. أصبح النازحين يعانوا من حالة إنسانية ووضع سيء جدا. نعم. طيب تحدثت عن الحكومة لم تقم بواجبها الكامل، كذلك المنظمات الدولية، ما وضع السكان المتواجدين حاليا جراء النازحين؟ والله موقفهم الآن موقف النازحين أو المجتمع المضيف؟ المجتمع المضيف أقصد. المجتمع المضيف أصبح الآن هو الذي يلعب الدور الرئيسي والأساسي بدل المنظمات وبدل الحكومة، لأنهم أصبحوا حتى النازحين أنفسهم في الجفينة في الميل في محافظة مأرب ككل يستقبلوا النازحين في أماكنهم الصغيرة التي تتكون أو لا تتعدى خيمة أو ما يسمى بالكنترات، هذه المكونة من الزنك والعشش، فأصبح يعني من له قريب أو من رأى نازح أو تدفق النازحين، فأصبح النازحون بأنفسهم، والمجتمع المضيف هو الذي يلعب دور الرئيسي والأساسي في ظل هذه الأوضاع. نعم. طيب أستاذة فاتن، هل تجدين أن الأحداث الأخيرة والتطورات الأخيرة في محافظة الجوف وتحديدا في الحزم، هل كانت عاملا أساسيا لالتفاف الناس حول نحو التحرير وضرورة التحرير كامل الأراضي اليمنية، أم أن ذلك ثبط العزيمة نوعا ما؟ ما مدى تأثير ذلك؟ ما حصل في الجوف وفي من أحداث أخيرة، بداية بسقوط الفرضة نهاية بسقوط الحزم، هذا لم يكن عامل أو مسار لتحرير اليمن، وإنما لزيادة البؤس وزيادة الوضع الإنساني سوءا. نعم. لكن من ناحية لا يوجد مسمى تحرير، هذا لا يعتبر تحرير، أما إنما التهجير وزيادة الوضع سوء إلى أبعد حد، خصوصا نحن لم نرى أي تجاوب لا من حكومة لا من منظمات لا من مجتمع دولي، حتى على مستوى القلق أو الانترداد ما يتعرض له المواطنون أو محافظة الجوف ككل، و لا 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 مجهول، يعني الدور الأممي والدور المنظمات مجهول إلى حد الآن. نعم. لكن هناك يعني كما تحدث إلينا العميد عبد المجلي وتحدث إلينا أيضا الدكتور عبد المفتاح بأن هناك أيضا إعادة تموضع وإعادة تقييم للوضع، وسوف تكون يعني هناك التفاف للقبائل، ولم تكن هناك يعني بأن الناس أكثر التفافا حول قيادتهم وحول الجيش أيضا لضرورة استكمال التحرير وتحرير الجوف والمناطق أيضا الأخرى من هذه الميليشيات الحوثية.
نتمنى ذلك، نتمنى ذلك، لكن لم نرى شيء فعلي إلى حد الآن. نسمع عن التفاف، نسمع عن تعزيزات، نسمع عن من هذا القبيل، لكن إلى الآن ما نشوف. الوضع يزداد كل يوم سوءا، حتى أبناء مار باليوم أصبحوا يعني قلقين إلى درجة قصوى. فيه منهم حتى من أبناء مارب الأصل، من الوابدين إلى مارب، من يتمكن من لديه القدرة والأمكانية للخروج من مارب، هناك من اتجه إلى محافظات أخرى حقيقة. نعم. تحسب لأي شيء يحصل في الأيام القادمة، لم نرى يعني شيء واضح وفعلي إلى حد الآن، إلا إذا كانت هناك تكتمات هذا نعم. شيء هناك ثاني. هناك تكتمات، وهناك ولعله الهدوء الذي يسبق العاصفة كما يقولون إن شاء الله تعالى. نتمنى ذلك، نتمنى ذلك، لكن إلى الآن لا مجتمع دولي ولا منظمات دولية ولا محلية ولا حكومة عملت على وضع خطة التعزيز تعزيز أو استجابة طارئة لهذا النازحين، لأن في النهاية المواطن هو المتضرر. المواطن أما الخيار أسوأ من الآخر، أما يظل درع بشري وتحت ويلات الصراع أو يتهجر في الصحاري ولا تحت الأشجار ولا إلى مصيره مجهول الآن المواطن. إذا الأستاذة فاتن الذيابي الناشطة الحقوقية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اليوم الثامن. نلقاكم في حلقة مقبلة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء.